أهلا بيكم في عيادة الجلدية والتجميل، معاكم الدكتورة آية. هنتكلم النهاردة عن أضرار الشامبو بلا دموع. الشامبوهات اللي مكتوب عليها بلا دموع وأشهرهم شامبو جونسون، إيه مشكلته بقى؟ هي في جزئية علوم كده بس هنحاول نفهمها سوا. في حاجة اسمها الأس الهيدروجيني أو البي اتش. البي اتش دوت لو أقل من 7 بيبقى حمضي، لو هو 7 بيبقى متعادل، لو أكتر من 7 بيبقى قلوي. البي اتش بتاعت العين بتبقى حوالي 7.4، يعني قلوي نسبيا، لكن البي اتش بتاعت فروة الراس بتبقى حوالي 5.5، يعني حمضي برضو نسبيا. هما بقى بيظبطوا البي اتش بتاع الشامبو بنفس البي اتش بتاعت العين عشان لما تدخل جوه العين ما تعملش دموع. وطبعا احنا بنستخدمه على فروة الراس اللي هي مفروض انها حمضية نسبيا. ده بيعمل ايه بقى في الشعر؟ ده بيزود الشحنة الكهربائية بين ألياف الشعر، وبالتالي بيزيد الاحتكاك بين الألياف، ده بيؤدي لتلف الشعر وكسره، وبالتالي ده بيسبب هيشان وتجاعد وجفاف للشعر. وأكيد في أمهات لاحظت بعد استخدام شامبو جونسون إن شعر بنتها أو ابنها ناشف وهايش. ده كمان في بنات وسيدات بتستخدمه بحكم إنه للأطفال فأكيد ملهوش أضرار. وفي نفس الوقت اللي بيحصل دوت بيحصل مع استخدام الصابون لغسل الشعر لأنه برضو بيكون تركيبه قلوي. ولو عاوزين تتأكدوا بنفسكم من الكلام ده هسيب المصدر في صندوق الوصف. هو طبعا المصدر مكتوب باللغة الإنجليزية وهو عبارة عن النتائج اللي لقوها نتيجة استخدام الشامبو القلوي وإيه المشاكل اللي سببها. يبقى الخلاصة إيه بقى؟ أي شامبو مكتوب عليه بلا دموع هيسبب هيشان وتجاعد للشعر. مش معنى انه شامبو الاطفال يبقى مكوناته طبيعية، مش معنى انه بلا دموع انبهر بيه وانسى اضراره. ما ينفعش للي فاردين شعرهم ومفكرين انه اقل الكيماويات، لا ده بالعكس، ده هيسبب هيشان الشعر وهيبوظ الفرد اللي هم عاملينه. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير ليه، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو ليك اي سؤال او استفسار او حتى موضوع عاوزين نتكلم عنه يا ريت تسيبوه في التعليقات. شكرا.